السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فرنسا يعني هي الدولة اللي كتهتم بالكوسمتيك كثير، خصوص النساء. النساء غير تقول لهم حاجة بأن تجمل الوجه وتفعل كذا، اكيد غادي يشتري. يعني كاين عندهم كريمات الان كيسوا وتقريبا الراتب الشهري ديال السيدة ولا اكثر من الراتب الشهري الراتب الشهري المغربي. نعم بالصح نيت سيلينيوم كيعطي نظاره وكيصايب هذا حنا تكلمنا عليه. نعم. لا. ولكن اكثر من ذلك هو ضد الصلع عند الرجال، يعني الرجال عندهم هرمون تستوستيرون. هرمون تستوستيرون الصلع العادي ماشي الصلع ديال الكيميوثيرابيا، يعني الصلع عند الرجال. نعم. ملي كيكون سيلينيوم ناقص هذيك التستوستيرون كتاكسد، وهذيك التستوستيرون هي اللي كتسبب تساقط الشعر، لان كاين واحد العلاقه ديال هذا الهرمون هذه مع هذيك البصيلات اللي ديال الشعر، تما كتخليها تفقد، عندها تاثير هذا الهرمون على هذه باش تفقد هذاك الشعر، كتفقده الى الابد، يعني ايريفرسيبل ما كيعاودش يرجع. واخا مثلا يتناولوا ذاك الاقراص. ما عنديش الصلع عند الرجال، الصلع معروف من قديم الزمان، الصلع معروف. يعني نقص السيلينيوم كيؤدي الى 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 هذا الصلع، وكيؤدي حتى للشيب، حتى لظهور الشيب في حد يعني وقت مبكر. هذا السيلينيوم انا تعمدت ما نتكلمش على هذا البرازيليان ناتس. عندنا في المكسرات. نعم انا عندي في المعطيات، انا عندنا علي ما يمكنش هذا الخبر ما نكونوش عارفينه. اكيد ما نكونوش عارفينه. ما كاين واحد الشهره ديال سبيشال، يعني خاص بالبرازيليان ناتس، هذه اللي نوا ببرازيل، هذا اللوز ديال البرازيل. نعم. قال بان فيه السيلينيوم اكثر. لا اللوز نعم. نعم ولا نعم. نعم بالنسبه لفرنسا، لهذه الاخت اللي كتسول من فرنسا، نعم بصح من الاحسن يشريوا هذا اللوز البرازيلي للقهوه. نعم. ولكن علاش؟ بالمقارنه مع اللوز الاخر اللي عندهم تما في فرنسا كبير، هذاك هنا مغير وراثيا. نعم. والاشياء المغيره وراثيا فقدت التركيب ديالها، ما بقاوش فيها هذه المكونات. نعم. اما بالنسبه للوز المغربي، اللوز اللي عندنا في سوس وفي الاطلس في فرار والفوق في ازيلال، وعندنا في اكنول. هذا اللوز هذا فيه تركيز من السيلينيوم اكثر من اللوز البرازيلي. اللوز البلدي اللي عندنا في المغرب. هذا اللوز البلدي. غير احنا ما عملناش ابحاث وما شهرناش، البرازيليين عملوا بحث وشهروه، احنا ما نشرنا والو على هذه. وما عندناش في المغرب مراكز البحث العلمي ديال لينرا، هذه ديال وزاره الفلاحه، رغم ما عندنا مراكز البحث العلمي، ما عندناش الى حد الان جدول ديال التركيب الكيماوي ديال المكونات اللي عندنا في المغرب. واذا سولتي على تركيب الشعير في المغرب ما يعطيوش لك، ما عندناش. دابا الان ما عندناش، حنا ما عارفينش التركيب الكيماوي ديال الشعير في المغرب، ما عارفينوش. وما عارفينش التركيب الكيماوي ديال اللوز المغربي. المغربي اللوز المغربي هذا البلدي اللي عندنا. وما عارفينش التركيب الكيماوي ديال الجوز الابيض اللي عندنا في الاطلس، هذا القرقاع اللي كاين في اوكين حتى الازيل، هذا القرقاع خاص بالمغرب. الجوز الابيض هذه فاريتي، هذه واحد الكيموتيب خاص بالمغرب، ما كاينش اونديميك، ما كاين غير لا في المغرب. ولا حتى التركيب الكيماوي ديال المسائل اللي عندنا غير عنا، واش حنا درنا دراسه على الدغموس وعلى العقايه زيكوفيليش. نعم. واش العقايه اللي عندنا في الصحراء المغربيه، العقايه عندنا ما تكفي للقاره كلها، وهي العقايه ان بلانت اونتي ديابيت، هي نيت هاد يعني وكياكلوها الجمال، كياكلوها الجمال مزيانه. هاد يعني هادي رائحه طيبه، هي كتنزل مستوى السكر. نعم نعم هي جيده هذه. وعندنا في المغرب عندنا كميه كبيره، يعني ما تباعش كاع، ما كيبيعوهاش الناس في الجنوب، ما كيبيعوهاش. وقف السياره وقف السياره وعمر الكوفر ما كتبيعش. لا والاسم ديالها. نعم العقايه معروفه، العقايه معروفه. هذه من الاشياء اللي هي اونديميك، هي كاينه غير في المغرب. هذه الاشياء اللي عندنا غير احنا غير في المغرب، ومع ذلك ما عندناش التكوين ديالها، هذا التركيب. هذا 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 مشكل، هذا مشكل. نعم. لان عندنا المختبرات ماشي ما عندناش، عندنا معدات. عندنا معدات، عندنا الباحثين وعندنا كل شيء، ولكن التأطير. التأطير ماشي هو المعدات، التأطير هو المؤطر، هذا الأستاذ المؤطر هو اللي عنده أفكار ديالو اللي غادي ينشرها. يعني الآن عندنا تجارب كنجريو فيها على المشكل ديال الداد. نعم. لأن عندنا تسممات، وقعنا في المغرب تسممات، أطفال ماتوا بالداد. فالآن عندنا دكتورة الآن كتعمل على هذه القضية ديال الداد، ماشي نعرفوها شنو هو، لا بغينا نعرفوا كيفاش نحبسوا ذاك التسمم. هذا هو البحث العلمي. اما راه دارت بعض الابحاث هنا غير كونستاتاسيون، يعني جا عندنا واحد الطفل للسبيطار ولقيناه عنده هذا علينا. احنا خصنا نعرفوا هذيك النبته شنو فيها اللي جميل، لان لا يمكن ان تخلق هكذا. الله سبحانه وتعالى جميع الخلق ديالو يصلحوا لشيء. من جمله المعطيات هنا العلك ديالها، العلك اللي كان مضغوه
العلك اللي كان البلدي اللي كان مضغوه ديالها ما كيقتلش ملي كياكلوها الاطفال كيموتوا. سبحان الله. وعلاش كيموتوا؟ لان حلوه، عندها مذاق حلو، لو كان مر الاطفال ما ياكلوهاش، المذاق ديالها احلى من الجزر. سبحان الله. علاش؟ فيها الانيولين، فيها سكر الانيولين، هذه وهذه الابحاث كما قلت فلا غادا تجرنا على عناصر هذه السيلينيوم. عندنا في المغرب في السمك، وعندنا في الفطر الكمأة هذه الشامبينيون. نعم. وعندنا في زريعات القرعه. نعم. بذور القرعيات فيهم ماشي غير السيلينيوم، يجتمع السيلينيوم مع الاوميغا 3. نعم. ملي كيجتمعوا هاد الجوج هادو ما كاينش سرطان في الجسم. جيد. موت الخلايا السرطانيه يعني. نعم. كيزيد على مستوى هاد الخليه الدي ان اي، هو السيلينيوم كيمشي للدي ان اي، هذا الحمض الريبونيكليتيك ديال الخلايا ما يخليش هذاك الدي ان اي يعني يخسر يعني يتخرب. نعم. يعني ملي كيتخرب دي ان اي الخلايا كتولي خلايا سرطانيه، والسيلينيوم كيحفظ الخليه دي ان اي ديال الخليه من 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 تخريب. نعم. فهاد الاشياء اللي تكلمت عليها يعني من الملتيبل سكليروزيس هذه، واش السيده سالت على الناس اللي فقدوا الشعر بالكيميوثيرابي. نعم. يرجع الشعر من وراء الكيميوثيرابي كيرجع عادي، ما عندناش مشكله. ربما ما كيرجعش بذاك الكثره. نعم. يعني واش يتناولوا اقراص ديال سيلينيوم؟ نعم ممكن ياخذ اقراص سيلينيوم غير يكونوا يعني واحد. نعم. ما كاينش مشكل، الاشعه. نعم. الطبيعيه ما كاينش مشكل، غير هما عندهم في فرنسا هاد الزوبعه، هي قالت موجات ولكن كاين واحد الزوبعه ديال هاد المكملات الغذائيه، ولكن ما يتيقوش بكل شيء، ما يتيقوش ب 100%. المهم يبحثوا بانها تكون هاد اقراص طبيعيه. انا كنقول هاد المكملات سميناها مكمل، معنى كانك تكمل حاجه ناقصه. نعم. لان النظام الغذائي ديال الفاست فود ناقص. أكيد. ما فيش فيتامين اي بالفرنسيه، ما فيش فيتامين اي بالفرنسيه، ما فيش فيتامين حمض الفوليك ناقص في النظام الغذائي ديال فرنسا، حمض الفوليك ناقص. ما فيش ما كاينش سيلينيوم، لان باش الناس كياكلوا بذور القرعيات، كياكلوا الترفاس، كياكلوا الاسماك، كياكلوا الفاست فود الهمبرجر. نعم. مع الفريز. فهذا الوجبات السريعه هذا المشكل هذا الان عليا، حتى ولو كان سيلينيوم خصو يخدم مع الفيتامين اي واي وفيتامين سي، ومع اليو خصو يخدم مع اللي خصو يخدم مع الحديد والنحاس. نعم. هذا فهنا يعني الامور الداخل يعني تعقدت، ولذلك في الاخير انا اتكلم عن نمط العيش. نعم. وان الله سبحانه وتعالى صنف الاغذيه اصناف. نعم. صنف للطاقه. نعم. صنف للطاقه هما البروتين. نعم. والدهون والسكريات. نعم. الكربوهيدرات. نعم. هادو للطاقه. نعم. وان جعل اشياء باش نشطبوا الجسم، كنس الجسم، لتنظيف الجسم من الداخل. نعم. لرمي الفضلات من الجسم. نعم. والالياف. الالياف لا تهضم، الالياف غير كتدخل وكتخرج، كتشطب الجسم من الداخل. هذه الالياف، ثم الفيتامينات هما الانزيمات، ثم القضيه ديال الاملاح لتنشيط هذه الانزيمات، لتنشيط الانزيمات وكذلك لتنشيط الهرمونات. الله سبحانه وتعالى خلق الهرمونات لضبط الجسم، وهذه الهرمونات هذه عندها كذلك محفزات. ثم في الاخير خلق الله سبحانه وتعالى اشياء تحفظ الجسم من الامراض. كاين الريجوليتين فاكتورز اللي هما الفيتوستروجينات اللي كيقادوا الهرمونات، وكاين المشكل ديال الانتي اوكسيدانتس، هادو المضادات للاكسده هما اللي كيحفظوا الجسم من الامراض. فالنظام الغربي الان علاش السرطان طلع؟ ماشي غير سرطان الامراض المناعيه، ويعني حديث ولا حرج، الامراض المناعيه والسرطان علاش طلع؟ لان المضادات للاكسده ما بقاوش في النظام الغذائي، الناس ولاو كياكلوا الفاست فود ما فيهش مضادات للاكسده. نعم. ما كاينش مضادات للاكسده. نعم. وما فيش الياف خشبيه، يعني كاين كونستيبيشن، يعني الفضلات كيبقاو في الجسم. نعم. فانت تاكل اشياء اللي كتعمل اسيدوزيس، الجسم. نعم. غادي يتخنق. انت تاكل اشياء تخلي في الجذور الحره، خليفة غازات مثل الكيتونات، مثل الالدهايدات، مثل السيتونات، مثل الامونياك، الامونيا على مستوى القولون، ثم ما عندكش الاشياء اللي كتخرجها اللي هي الالياف. اذا غادي يكونوا ما عندكش المضادات الاكسده اللي كيحفظوا الجسم، ما عندكش الضوابط ديال الهرمونات طبعا الجسم في جميع الامراض. اكيد. جميع الامراض. اكيد. الله يخليك، بغيت نتاكد واحد المعلومه، بحكم انني كنعاني من واحد دي نودول في الفا ديالي، وعندي ريزوفير ميكروبوليكيستيك، وسمعت واحد المعلومه ان هذا السيلينيوم، يعني الواحد الا كثر من المواد اللي فيهم سيلينيوم. نعم. كيدي ان يعني كيذوب هاد لي نودول، كيذوب هاد التكيسات. نعم. يعني بغيت نتاكد من هاد المعلومه، الله يجازيك بخير. نعم. واش صحيحه ولا غلطه. نعم. وانا دابا ما تناكلش المواد الحيوانيه، لا اللحم والدجاج، يعني الحب اللي تناكل مره. نعم. واش يعني هاد السيلينيوم واش كيكون في الاغذيه الاخرى من غير اللحوم وهذا، يعني يتمشى غادي يكون عندي النقص ديالو. نعم. جيد، خير ان شاء الله. يعني كاين مواد كثيره فيها السيلينيوم، وفي الحاله ديالك انت
وإلا بغيتي قاعد إلا بغيتي قاعد تاخذيه على شكل أقراص من الصيدليات ممكن غير الطبيب خصو يوريك شحال ما تعدايش واحد القرص ولا نصف اليوم ويعني ماشي كل يوم تاخذيه كل يومين كنظن ما كاينش مشكل انما المغرب عندنا حنا السيلينيوم عندنا السمك عندنا الترفس عندنا الزريعه ديال القرعيات بذور القرعيه زريعه القرعه هي غنيه بماده السيلينيوم وعندنا اللوز البلدي ماشي المستورد عندنا اللوز البلدي وعندنا القرقع عندنا يعني الخضر فيها واحد الاثر عندنا حتى الحبوب الشعير مثلا الشعير فيه سيلينيوم اكثر من القمح الشعير فيه سيلينيوم اكثر من القمح يعني ما عندكش مشكل انا كناكل الشعير انا حاليا كناكل الشعير اما اللوز ما يخص اللوز والقرقع عاسية يعني ما كناكلهمش ماشي مشكل عليا هو من جمله يعني لائحه طويله تخيري اللي بغيتي واخا ما تاكليش اللوز والقرقع غادي يبقى عندك الشعير يبقى عندك السمك يبقى عندك البيض البلدي يبقى عندك الدجاج البلدي يبقى عندك اشياء حتى البيبي البلدي نعم البيبي البلدي البيبي البلدي فيه اللحم ديالو فيه كميه كبيره ديال السيلينيوم نعم. يعني ما عندكش ما عندكش مشكل مع اللي بحال اللحوم بحال الدجاج البلدي تاكليه مره في الاسبوع ولا حاجه ما يضركش يعني ما ان شاء الله ما يكونش مشكل ففي الحاله ديالك انت خاص يكون نظام طبيعي وخاص الحركه خاصك تحركي خاصك تحركي نعم سيدي يعني استفدت بزاف من المعلومات اللي كتعطينا كنحاول نطبقهم. دكتور كاين هناك ايضا سؤال من عفاف ناجي هو سؤال طبعا ربما انت اكيد اجبت عنه ما هي مصادر او الاغذيه التي يتوفر عليها معدن السيلينيوم وما فائدته بالنسبه لصحتنا وبارك الله فيكم يعني انا انقل السؤال كما وردني طبعا انتم اجبتم وافدتم في هذا إن شاء الله. السؤال وهذا السيلينيوم النقص ديال السيلينيوم كي نقص في السيلينيوم اذا كان نقص حاد نعم كان نقص حاد يعني الشخص ما كياكلش كاع نهائيا السيلينيوم كتكون مشكل حتى ديال حب الشباب هذا اللاكني كتكون طبعا عند الاطفال الاعراض ديال النقص كيكون حتى الربو نعم الربو نعم من جمله نعم النقص الحاد ديال السيلينيوم يسبب ربو لان يعني هنا هذه كما قلت يعني وكما اقول دائما فهذه الاشياء هذه يعني ولات نحن ننظر إليها بمنظور آخر نقاش هذه المسائل هذه لا دكتور طبعا لأن كاين فرق ما بين تعرف السبب الإنسان شوية يرتاح أكيد على الأقل تكون فكرة الشخص عنده فكرة